خساره وحا الهي قرانك او كو شيغاي خساره حقبت وح ويان وا قفكا اخره مركا لا تاغل لا جوغو اي لا تاغل لا يراده هبل ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، قال تعالى في محكم تنزيله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أيها الأحبة، آيات كائن أخرني من سورة ياسين وقصة كم إذا قصص كربي وقرانك كقوى الرمي. إلهي سبحانه وتعالى وحك والرمي مقاله لو صدر إلا بالرسول وبينسي، والرسول صدحاد لصدر وبينسي، ومقال صدح رسول يمادين وصدح دي الرسول بل بينيي. ربي سبحانه وتعالى وحك والرمى يا مركاسي نن مؤمنة ونسق الرسول هين وأنشوغن ماشى الله اسكو هيو، لكن إلهي سبحانه وتعالى قصدي سوكي لي قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قرآن لا أخريه إلا يوم أنت قيامة. وحد قياس قف بنا آدم وصيغ النكرة إلهي وسأروري رجل با إلهي كتلمامي لا شر ولا صفة وحكلو أولا الرعي مجرو وحتاي تلا موته إلهي أنتو الرجل كت المامي ولبس غنى كراء صارورتي. أي يا ربي سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات كسوى وحيودي ننكاسي قصديسة. إلهي وحلي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وحكيمي مقال ذا حلك وضم بيسه قف قوبت تشوغي ما أهين من أقصى المدينة بكيمي با إلهي كصفينية وحكى له إلهي كسفين الرجل يهي تتكبر وحي اسكو مشغوليا مقعي عيسى إيا مقالد وشوغا إيا وحس مهماها أدي مهمين ربك والرمي لها. قرآن كقصص كيسو ومقر رسيدة قصص كبن آدم كالله قره قصص كبن آدم كوحى الله قره إن له الرئيسية مقعي ذا ماشا وقفك شوغا مقالد وشوغا وقتك وقتك وها قرآن كو انت بدن سيدا وما ورمه. قرآن وحوت الماما موضع العبرة ماشي أي كتشرته قصة دنت اللي قليه هاي ساو قادي لهاي نكن مقعيسة مشيقين مدينة تايتهاي مشيقين
وحل يدني كان يروح كيم من أقصى المدينة ما قال هذا حاجة وضم بيسا ميل فوق ولي بوح الله ينوش يا جيس فدا وكيم رجل يسعى بايل هيري نكاس الرورية أردية نس كان قرآن كي وحط المام يقف كان مسلم كاي مسؤولية دويس ساري اسمه أورنين ورصدح رسول بلبينية دقوم حد شيء جيسا إلهي قوة صدى وحكوت المامة يا صدح رسولنا مقالة الشوغان إذن كوح لغي أبينا استهدان لبا وداد ما صدح وداد با الشوغان دقوم حد شيء جيسا إلهي نوحكوت المامة يا ميل صدح الرسول شوكته وصدح للرسول بلبينية مو قوصنين اسمه أورن الرسول بلبينية أقبل ويا ديك محل لغاية يليا وحو الدرامي مسؤولية الدعوة دينتن المسؤولية دي كسارن تهي وحو الدرامي دتك قلوب تودو إني بيد الله كترته قلوب تبين آدم كوا بيد الله سبحانه وتعالى فلسفة بدني يوح بدن ومباهنا عدا الله هنونين إياه كلمات يروكوبا بيكو هنونتا سيدا أغاد بنيكن يميسا قوله اتبع المرسلين دركو قادن يوائن تاوم والرسوش الراعة رسوش راعة قصة وحياباه التلمام سوى حكم ذا مسؤولية دا قف كستو أو مسلم الدين تيسا كسارا دادك المسلمين تهوري بمجرد انتمائهم إلى الدين كانوا دعاة لله سبحانه وتعالى مركي إسلامان لا إله إلا الله محمد رسول الله يرهدان والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مال لبعش صدح مال مدل شوغان كذب وحي قاد جران حلقا إن يتلقوا الدين توقو ييران إن يتلقوا الدين توقو ييران علمي بلان ومباهنا إن الدكة الدين توقو ييردو وهي دين توصول بيلادي فروع دع علماء داركته دين توصول بيلادي إلهي وكلي عابد نبي محمد والرسول كسي الرميه صلاتك أركان الإسلام ووضا تغانين أركان الإيمان نوا تغانين والأصل في الدين هذا أصل كدين تنوا تاسي وحدتك اللوغو يرى نوا تاسي سيدا وغيد با صحابة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بمجرد أي إسلامان أي حلك الدين تنقاديين إن أي مسلم نقضان وأشهاتان أي دين تكو قاديين حلكيدا بل النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلهي مركو كيري قم فأنذر إمسا قرآن كسودقي روايات كقاركود وحيلين وصورة دي لباط ومركا نورك آيضا اقرأ وغهر يقرأ سودقي أفر صورة دي قيبه دا وغهر أي كل المفسرين اسكوا فقسيين أيهين قرآن كنتي وسهر دكتي وإقرأ باسم ربك الذي خلق آياتك وهو الرأي إيه يا أيها المدثر قم فانذر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نون والقلم وما يسطرون أفرت سورة ضبي مفسرين تكالهر الرئيسيان أيا كانت حتى هدات الأداء أفرت واتيودا بيسي قرآن مساس ودقي انت سو النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو سو وحيودي لكن وحل إلي قم فانذر كعودك إذا دك إن لودك علم تربضا وما باهنا وحي أباهن تيقفك إنه مسؤولية دا قاضه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أركو الدين تددك وشيغي أبي بكر الصديق والرميي أبي بكر اسمه ورد النبي قاية شوغي أدك وحبها شيغين بل علماء التاريخ دا قار كما إذا وحي تلماما عشرة المبشرين انت أباهن إنه أبي بكر السلاميي طلحة يا أبو عبيدة يا عثمان يا الرقاسي ميزانك أبي بكر بيكو قري نبي بكر با انتو إسلاميين نبي قوك أنا عليه الصلاة والسلام إذن حلك الدين تو حساري قف كسطو مسلمة وحانو كساري دين تن إلهين وقاضو أدتك قارسيو نبي الله محمد وآخر الرسول نبي كدن بيا الرسول كدن بيا لما صدر ريو إساقا وقدن بيا انتو النبي محمد قاري دوني ده جزيرة العربية كما بحي النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك إلهي وحلي نذيرا للعالمين
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا دادور دنبان كو صادري وهدي دادور دن لو صادري سنان جزيرة العرب كبحين سيدابا يكون عيسى وهي كل عيسى قف كستو مسؤولة با مسؤولي قف كستو مسلمة أي مسؤولية داسي سارنتي. ولذلك مركي حجك النبي صلى الله عليه وسلم صحابة الله لا يوحكوا إلي بلغوا عني ولو آية وردتك إيقا قارسية آياتنا هالنقطيبة إلهي أي النبي عليه السلام بلغوا عني ولو آية قرآن من ساقي بسنتي نكا وغير فاتح هذا قيب سنه تضبا يا ضبو هيا قف كوير هدا داعي مسلمة هاي دد بدن واني فاتحادو قاردن بايدن لنول دد بدن واني فاتحادو قاردن بايدن لنول نبي الله محمدنا عليه الصلاة والسلام دا وكيل كاه هدي سقا ليري نذير للعالمين بات هاي هديكو كسو قارسيو حلقة كساري أدنى أنت أدقاري سين أدقاري سابا كوركا قصارا أيها الأحبة لسما يرهدو أرمى لغا أقبل وياه نكان صدح رسول بالله ديدي اسمو أورانين وارن ما كان صدح رسول ديدي دي أدقى بكو يالي مايان أدو ميل صدح عالم ومسلم رسول كالي صدح شيخ وعلماء أتكردن بيسا ميل نما يلاحظ لين أما قوم يلاحظ لين ويديدين أدنى ما وسوا حيد حيدن الله هيدا ما يسوران الله هيدو حشك سوا حضران الله هيدو علماء دي بيبيني أنا كوا علماء دي بيني ما هي شيء جيا قف والبا ملبا كلمة دي سو كصعطة نك وائل كا نك تاجر كا نك سلطان كا نو والبا ضد با قدم بيو إرجع يستقيم يا وهذا كويرة هذا صدق هلا يا لاني كسر علينا مصالح يكون قبل درادود إلهينا القرآن كو حكوت ليه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلهي عدنا ما تكليفين وحكوسيه مويانه آخر إلهي وحكوي ديني وحكوسيه محاد سلام كو قبط دا تاجر هاي محاد كو قبط تجارتا دو حشيه كريسي حولها قاد وحكو قبان كريسي دا سلطان هاي دي هاد دا عاقل هاي محاد كو قبط هاد دا افتهن يقب ياها محاد كو قبطي إلهي الدقم كي يفريد كآخرة حتى يسكس الله حساب ما أيه نفو البوحي للسياء لغو حساب أيه قفو لبدين تنمركا مسؤول بكيه سأوغيد دور السببات بوين الدين تو حنبارته كو وين دو حنبارته إلهي حجدي سين أدتك كو أكتو رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دتك الله ما شيغا او قره الراعي ما يان ياي كل راعي حجتك دلوك وي نبي عليه الصلاه والسلام حتى المام يا قيامها الرسل يا نبي يا من دونه قيامها النبي با ايمان دونه ان عيد بالله صعن مد با ايمان دونه قفل صعده مد با ايمان دونه لب الله صعده هدا وا النبيو ما دعوته مفاشل بيهي مايا قوم دغادك باكو بيغمي لكن واجب كي اها اخر ايران عذر دار هلين بوكو اوغي الهي سبحانه وتعالى وحل الرسل شيء منذرين تي وحنو صادري لالا يكون على اناني هلين اخره وح عذر دار اناني هلين عذر دار كادغا لغا ربا ان تفيدو شقد هذا ما هين ادتكو الهي الراعاني انا الراعين الهي باتاكو شقله أدو إنا تبين ميسو عدي سيد داتكو إنا إله الرعان بادك درشادة صارا سيدا أوغيد أيا قول أدي إلا يريه لما تعيدون قوما إله مهلكهم محادو وانيني سندول إلهي سبحانه وتعالى هلاق أيوه نمانكي سبت دا وغار صدي إلا يريه سبت دا وغار صنينا بلشادي صدح قيبات باي نغطي قيب وغار صدي فرسمي حيالة دا انتي سميستي إيوه قيب تري ورك داية هي قيب إسكاء مستي قيب تإسكاء مستي إن بدن قرآنك وحكم شيئين لكن وحش يا جاي وركود يا هاي كلية لما تعذون قوما إلهم هلكم وأنا ما كان الدين توا أجيين إن لقى ممنوعين وأجيهين محاو وأنا نسأل كون إله بهلاقي ويدا جحدانه ما يكون يدا هذا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وحنو وأنا إن الله بشيء
معذرة إلى ربكم آخرة إن أنا نجح حجدي كأغني إن أنا الله نمادنا آخرة أنا جن الله قبصان تتكلمنا وشين هدا يده هذا دين تونا ما يشوف قارن إذا كان لدين قبصان أيها إذا كان لدين ودين يا مكو أكتر مش أكو ما يدنا أغن تتكلم وحي ليه وحن نضتك وحوجش يجينا الله بس بضد معذرة إلى ربكم إن أنا مركه هرة حجدا كأغنه سي آخران عذر دارو هلا نو غانو بدبادنا إذا نادقا بدبادا دادا قحران إن الددك الدين تقارسيسو إيا ولعلهم يتقون إيا الله أركائنا إيا قنا إلهي كعبصدان واندو نقوه دقشو لبدا بواربنا بيلين إذا دعوة وحا الله شيغا إن الحجة الددك كوكتو وحا الله شيغا إن الددك آخران عذر دار يكون غطو وحا الله شيغا ددك ديني هنونان dadku inay hanuunaan inagu inta badan dadku hanuuni maayo wa hanuunayaan tun baynu moodnaa inay tahay sababta wax loo sheegayo laakiin sababaha soo dhan ayu quraanku ino tilmaamaya ayuha alhibba ninkani mas'uuliyadda soo qaaday ah inuu magaalada halkeeda u dambaysay ka yimaado isagoo wali war rooraya warka uu sheegayaana waa koobanyay ittabi'ul mursaleen bulay اتبع المرسلين تاريخ الإسلام إذا مركز لك ورمه إن بدأ كتب تاريخ وحيك ورمان كتبتنا تغانينا تاريخ وإن تبدأ تاريخ الجيوش والعروش بس بغر كاسا تشوغي بغر كاسا بدلي بغر كاسا كلاقب صدي بغره إيه فتوحات قال على لده قال لما يمقال إهبلاي الله فرطي مقال إهبلاي الله فرطي لكن تاريخ كم مهم سنباشرة أردوك لك قرآن تاريخ فتح القلوب ذاتك قلوب توضي يا فرطي عالم الإسلام من مشرقه إلى مغربه ذاتك إسلامي أسكرت وحما إسلامي صح أسكرت مقالي دمسا ما قبصتها ذات بيحوك وقبصتان لكن يا إسلامي ذاتك جيوش من الدعاة با إسلامي ذات دين وذي oo dadka diin u sheegayo dantooda ahayd inay dadka diinta gaarsiyaan dadkaasi in badan oo kamid waa al-jundiy al-majhul wadadan taariikhdu baqrin misal basiitan ku siinaya aalam al-islam in man tatar la ilaahda jabiyay magol tatar bariga fog bay ka soo bilaabeen china agagaarkiisa dabeetana muslim ka dawladihiisa iyo dhan waa soo jabiyeen ila yabay soo gaadeen falastiin فلسطين مركي مريين دحديدة أيام مسلمين تي مصر شوكتاي سرور ستايو تشبيسي مسلمين تا مصر زحفقيهم بي شوكيين انتي كالوردن عالم الإسلامي واي هايستان وحيدن وحرييم يا مغشين وحيدن وضن بو عالم الإسلامي حرييم يا مغشين مسلمين إلا داي مسلم كعيدن كيسين زحفقا شوكيان ومبي كوشوك سدين بس يا هدا حريي عالم الإسلامي دعاة با حريسي لذا انت بدن تاريخ قرين با حريي دولده تتارك ماشا كردسنا رق مسلمين تكمدون با دين وشيغيو يجي با الإسلامي يجي با الإسلامي لبتنا يجي با دبو النقضي عيدما مسلمين دوني دا دبو فرطة القبيلة الذهبية قيبتي وغويقة الراشية قيبة بدن وكم دا يروب تربري يقول كم فرنيسي وادد منغوليين ما تطارة ودبلو إسلامي تاريخ دو ما شاكتا انت بدن تاريخ دو ما شاكتا ادو قرن ميسيد المها اد قرآن كورده قيسا اما ددك الدين توشيه قيسو وحلقا يابا كيلاهي دوني دا كفر دونينو كن يي اما كان يكو حسين ديگينو يي اما كيسا شنادينو يهي ما قرنيسي واحد علماء مقشايا صو ساري شافعي يا كاني ميدون با شافعي برغو يرا فاتح هذا وصور دقي او دين تكو سو دوي او توسيي كي قران مينو لكن شافع عدمي وحو سمي كان ميزان كي سكو قرن يهي اذا قفك مسلم كاهي الهي وحبك ملومان قفك مسلم كاهي وحو هيقن يهي ادقو قران ميسيد نلوش عدة بدليسة دعادنا ما انت تشوكتا وحل غيابينات استداهدو تريس كاغا ده هدان دد بدن فرسر ما لبا قفاد وحرق قف قرا وحرق
kaasi kuu sii dhiga kuu saddexaad uu sii dhiga laga yaabaa inuu furto waddankan aad joogtaan oo dhan diinteeda bedelo aduu garabnaysidse yaa alla barakaynaya ma ogid. Sida awgeed qofka muslimka ahi waa inuu xambaaraa diinta tan oo isku dayaa dadka inuu gaarsiiyo mas-uuliya hadihi dacwa oo fursad kasta uu helo uu ka faa'iideeyo. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa rusushu faraska siday uga faa'iideynayeen. Nabiyullaahi Yuusuf oo xabsi ku jira oo laba wiil u yimaaday, wadakhala macahu sijna fatayaan qaala axaduhumaa innii araanii acsiru khamra waqaala alaakharu innii araanii axmilu khubzan fawqa ra'sii ta'kulu tayru minhu. Laba wiil baa xabsiga la galayo, mid wuxuu yidhi riyaan arkay anigoo khamri walaaqaya, midkii kalena wuxuu yidhi aniguna anigoo khubs madaxa ku sida oo shimbira cunayaan baan arkay. ee nabbi'naa bitaawiilihi innaa naraka min almuxsiniin bay dhaheen. Noo sharax taawiilka riyada noo sheeg, waxaanu kuu aragnaa qof suuban oo wanaagsan inaa tahay. Nabiyullaahi Yuusuf intaanu riyadooda u sharxin wuxuu ka bilaabay inuu isagu isu sharxo iyo wuxuu aaminsan yahay iyo diintu rumaysan yahay. innii taraktu millata qawmin duul baan ka imi buu yidhi, aan ilaahay ba rumaysanayno mushrikiina, waxaan raacay wattabactu millata aabaa'i ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub, aabbayaashay diintoodii towxiidka ahayd baan raacay buu leeyahay. Markuu isu sheegay wuxuu rumaysan yahay iyo wuxuu yahay, intaanu u fasirin riyadoodii fursadaa yar buu ka faa'iidaystay. dabeetana markaasuu leeyahay, yaa saaxibay sijni aarbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar, war ma ilaahyo badan in la raaca ayaa fiican mise rabbu samaawaati walardi ina raacdaan baa wanaagsan. dacwo bilaabay, waa fursad su-aal la weydiiyey buu isku dayayaa inuu ka jawaabo, intaanu jawaabta siinin inuu ka faa'iidaysto. wuxuu rumaysanaa inuu dadka kan u sharxo imise fursaa ku soo martay nolosha, imise tijaare la wadaagtaan, imise jaartiin, imise saaxiibtiin, imise iskuul wada dhigataan, imise jaamacadda wada joogtaan, imise isku dhadhowdiin, imise wax kale imise, imise fursaa ku soo martay. intee baad noloshaada ilaahay diintiisa uga faa'iidaysay wixii fursad ku soo maray? hadda furaska dhaqaaluhu idin ma dhaafaan? hadday kuu bidhaanta meel yaraad sileeday waxbaa laga helayaa, waad qodaan, qofna kama tago. laakiin fursadaha diinta ma tijaabinaa inaynu qodno oo isku dayna inaynu dadka diinta u sheegno? ayuha alaxiba, dacwada tani afarta wadaad ma saara, waxay saarantahay qof kastoo muslima. diintan inuu xambaaro qof kastoo muslima bay saarantahay, hadduu sultaan yahay, hadduu madaxweyne yahay, hadduu sarkaal yahay, hadduu taajir yahay, qof kasta meelo badan aan aniga layga dhegaysanayn baa adiga lagaa dhegaysanayaa. waa ama odaynimo lagugu qadarinayaa, ama hantidaada lagugu qadarinayaa, ama booska dowladda aad ka joogto lagugu qadarinayaa, oo dadku ay wax kaa dhegaysanayaan. aakhira ilaahay wuu ku weydiinayaa, diintii maxaad ugu qabatay? waxaan ku siiyey. waxaad haysatay? maxaad diintii ugu qabatay? ninkaas muslimka ah rabbi qur-aankiisa uu ku qoray ee ilaa qiyaami saaca qur-aanka inuu ilaahay ugu dhowaanayno ee akhrinayno, weedha laga tilmaamay waa inuu yidhi tabacul mursaliin, waa rususha raaca buu ku yidhi. rususha raaca. ilaahay halloo toobad keeno oo dami dhafa la weydiisto. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walaacaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluhu wasafiyuhu wakhaliiluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. أيها الأحبة, ilaahay subxaanahu wa tacaala qisada ninkaasi wuxuu inooga tilmaamay, ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun, waa raaca buu yidhi cid aan ajar idin weydiisanaynin. waxay culammadu yidhaahdaan axsan wasiila lidacwa
وإناد قفك الدنك لهين أدو قفك كوكوتهمو إناد منصب يما موسكو دونيسو إناد لعقي حولكو دونيسو إناد شيب كيسا كوبارانيسو وحي أبادان تهي إناد نهركو لغيسنين. ولذلك أيونين كان يمركو تولكي لها داي وحولايي إناي هنون سيين وحكهر مريي إناد دنك لهين اتبعوا من لا يسألكم أجرا أجر دوننا نذين كدونين محين الدين توشي يقينا إننا أخرك بدبادنا إننا إلهي خرر اللي قالنا إننا إلهي أجر كجهله. ولذلك ما إلهي الرسول شي سمركو كور رميه في سورة شعراء أما سورك كالبا فاتقوا الله وأطيعون مرك إلى هذان محيكو حكسينيا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وحأجر إذن كما الدورين يدو إلهي أقيهي رسوشو إن أنا إددتك كيف كود الدورين إن ما أحبينك قاتان أنا الدورين أيا وحل إددتك وحدو عضيسان قل آياتك كالي إددتك وحدو الشيكتان بالا ليهي إن إذن وحولاك الربين وحأجر إذن كدن وهذا هو الأسل للدين أصل كدين توين إلهي اللي أقول دواده. نعم هذينك شيخ خاهي أن شيبك يسوي حكوت شرين هبني مالين بنا وعفرت القرآن كورد جيا ما كانوا حلوين وحلا السيوية لكن أنتي إنك ليح عكستا إذا أشر دوني ميسان مياه أما سد دعوة إذا ما صار رمياه أنتي إنك عكستا ويردو كجلي أكتهي ضدك أنت أجرك كوسيسان كان شقى وقدك تين وحمود سان وشقى صنيع حكسنا يا دو وداد حكسنا يا لكن أصلك هو حويان دين تينا اللي هو حكسني بأصله أصلك هو حويان دتك هنا الدرامان هنا الدين وده هنا تجيب كودا بارن سينا نيمودين أصلك واقع أصلك وين هذا واحد شيء سكنا كرادسه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي بيعة العقبة الثانية صحابة دي أنصارت مركوية مادين أي هشيس كلا قالين هشيس بي لا قالين إنو صوهي جرودو ومركاسي أي كم من عنايان وحي نفتو دي مالكو دي دمركو دي عرورتو دي سيدي وإلاليان سلمي دينا وإلالين دونا النبي عليه الصلاة والسلام. وليبا يقو أك صحابي قوكو يرى مركي سلاحي النبي بي عدل لقال وحولي ورسوك ورهد هذا النبي محمد قادتان عرب ورنمي meel quraayd in kasoo wada tooganaysana waa la idin la diriri doona waxa idaadeen dhaaf wiilka yarow saasaanu nabiga heshiis kula galeenaay su'aal bay nabiga waydiyeen alayhi salaatu wasalaam xadiidka xasanka fama lana bay idaade hadaan ku difaacno oo diinta nafya maal baa u horro oo gaalo dhan u babac dhigno ma lana maxaan anagu leenahay نبي محمد عليه الصلاة والسلام كمورا إن أنا قد ضبط إبام مدح ويني على غنيسان أما وزيران غنيسان أما قدتك وحلقة بو حضرة سد محل لي مركادنا وحقبك سو قاري دون ملك سو قارم منطقة بين آدم كي عاد جواك وحلقة بو محل لي بكو عكته سحبة واحدة فبل لنا محانو لنا هاي نبي عليه الصلاة والسلام مورا ضبط إبام أنصاري وحما مولسه غنيمة حويدين بورين دونا حولان دين سين دونا مقعية ماموس باهل الدون تان منا لغم أوران لكم الجنة بو نبو كويد عليه الصلاة والسلام هذا دين توهي لسان شنة لي دين أصل كواكا مركا دين تقفكي مال قشادة عقل قشادة حوق قشادة إلهي بوحك الرادينية سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى بوحك الرادينية ما هم الله صوشغتك أصليا ومال إلهي لغلا حكسده ومال إلهي أجر لقى الرادية سبحانه وتعالى لكن هدين نقطة وحوقا لغو حكسده وذات كان الله أركا إن حكسن إن من حكسن إياه دين تفافي ميسو دين تو حيفافي سامرك دمانتين قادان مركا أتكو حساب تنتم منطقة إن إلهي وحك الرادي نيسو مركا أنا دوران إن قولا نو العكس إن يونو قابل سنات ده أنيقا مسؤولية دو يسارة تفولين إياه أنا مسؤولية وسارة فولينية
marka aanad odhanin haddaad shaqo soo yara hesho waadbal quraanka idinku sii dhigaa anigu waxoogaa baa meel halkeera ka helaya wadaadkii in yar isku duwaaba hadduu yidhaahdo sii wada waxoogaa lacagaa meel ka muuqatee dadminis lacagtaa inooga qiimo badan inaynu diin sheegno waxay ahayd inaad lacagta beer darayso si aad diin u sheegto inaad tidhaahda ilaahay waxaan kula baacmishareynaya waqtigaasi saacaddaa inaan wax dhigo walow hal ilmana wax u dhig hal qofa hanuuni waqti aad diin ku sheegta waayimaysid waqti aad xilkaa qaada waayimaysid cid aad u sheegtana waayimaysid qof kasta cid ka diin yar baa joogta qof kastoo inaga mid ah cid ka diin yar baa joogta oo waxuu u kordhin karo intay doontaba ha leekaatee midaad tidhaahda war khamriga iska daa iyo midaad tidhaahda war salaada tuko midaad tidhaahda war ilaahay ka cabso midaad tidhaahda war gabadha si fiican u qab waa diin wuxuuba idan qofka muslimka ahi wuxuu sheega ma waayo saa ogeed ninkan ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aankiisa ku sheegay waxaa lagu sheegay inuu lahaa rususha raaca rususha markuu ka hadlayana wuxuu yidhi ittabicuu man laa yas'alukum ajra war cidaan waxba idinka doonaynin inaa hanuuntaan un rabta ittabicuu man laa yas'alukum ajra wahum muhtaduun inaanay wax idinka doonayn waxa u raacsiisan ariiqa saxaabay hayaan waqtigoo kooban daraaddeed qisada wadi mayno laakiin inta ugu dambaysa aan akhriyo qiila idkhuli ljanna ninkani dadkii xujada wuu ku oogay fasiriinta waxay idhahdaan isna waa la dilo waxba lagama dhegaysanin dabeetana toos baa ilaahay u yidhi janna gal qiila idkhuli ljanna shahiid baa tahay gal jannada baa la yidhi markuu jannada galay muxuu ka fakerayay adiga haddaad daddii inuu sheegto ay ku dileen inay ku dilaan daayo hadday ku yaracayaan ilaahu kuwan halaag inaad tidhaahdo habaartantaa laga yaabaa ilaahay wuxuu ka warramayaa ninkani markuu dhintay ee aakhiro qabtay siduu u fakariyay caqliyaddiisu waxay ahayd yaa layta qowmi alla jeclaan lahaaye buu leeyahay tolkay inay ogyihiin sida rabbi iigu dambi dhaafay wayana hanuunaan weli isagoo aakhiro sii jira nimankii dilay ma laha ilaahay oo kuwaa si dartaabay noo laayeene cadaabka ku gure wuxuu leeyahay alla jeclaan lahaaye tolkay inay diinta qaataan oo ay gartaan sida rabbi aniga igu naxariistay macnaheedu waa maxay waxa weeyaan qofka muslimka ahi waa qof laabtiisu ballaadhantay waa qof colaadda ku yartay waa qof dadka khayrka la jecel waa qof jecel inuu wanaag u faafo waa qof aan cuqdad qabin ma intii rususha lagu yidhi inka badan baa adiga lagugu odhanayaa ilaahay rusushiisii baa qur-aanku wuxuu tilmaamaya saaxir iyo kadaab iyo waxaa inay ku sheegeen beenaalaatay ama saaxir baatay ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo socda adeerkii daba socday ka warra adiga haddii adeerkaa ku dabagalo oo meeshaad istaagtaba uu yidhaahdo yarkan ana adeer u ahaa been wuxuu sheegaya waxba kama jiraan sarajooga naftu kaaga bixi lahayd baan u malaynaya laakiin nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo abiilahab daba taagan yahay oo adeerkii ruma ah oo le kan yar annagaa isku reere waxba sheegi maayo kamuu quusanina saasuu diin u sheegayay idan waa laycaayay iyo waa laymaagay iyo dadkani way dhaga adag yihiin dacwadu kuma joogsato qofka muslimka ahi waa inuu xilkaa qaadaa ah inuu dadka khayrka la jeceliyay inay hanuunaan inuu jeceliyay nebi maxamed baa loo yimi calayhi salaatu wasalaam oo qabiiladii dows la odhan jiray ay diinta diiday maca odaygoodii ay ka diideen tufayl ibnu camar nin waayeela oo madax u ah oo gabyaaya oo aftahana oo laga dambeeyo waa la hadle hadle wuu marsiin waayey wuu soo noqdo wuxuu ihi ilaahay rasuulkiisa reer dows diintii diide aqbalina waaye ilaahay u bari kuwa inaan la halaago diintii diidee dabeetana nebigu gacmuhu kor u taago markaasaa la yidhi mar haddii nebi maxamed gacmaha kor u taagay reer dows maanta halaagsame allaahuma hadi dowsa waatinii bihim buu yidhi nebigu xadiidka bukhaari ilaahu reer dows hanuuni oo ii keen ilaahay reer dows waa hanuuniyo waa keenay dee abaa hurayra ka mid ahaa kuwii alla keenay abaa hurayra ka mid ah idan dadka haddaynu khayrka la jeclaano u dadaallo
ku xisaabtami mayna iyaga caydooda iyo maagistooda iyo colaadooda iyo waxay samaynayaan, waxaas ilaahay baad ajar kaga helaysaa, ku xisaabtami mayno. Ilaahay ninkaa wuxuu qur-aanka ugu sheegay baynu leenahay shaqadu qabtay daraaddeed, hadda iyadoo aan la aqbalin ee la dilay. Ninkan dad badan oo hanuunaya uu hanuuniyey qur-aanku ma sheegin, bal ah in la dilaa ka muuqata qur-aanka, haddana mowqifku istaagay rabbi baa min fawqi sabci samaawaat intuu ka xusay kitaabka khaalidka ku qoray. Saa awgeed nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad jeceshahay jidkiisii qaad, ilaahay subxaanahu watacaala haddaad rabto inuu ku jeclaado ilaahiyo dadka isugu yeedh, makhluuqaadkaasi rabbigood ku xidhin ay caabudaan. نبي محمد عليه الصلاة والسلام هل وصلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام وأهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأقم الصلاة.